وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيق وزيرة شؤون الشباب. أهلا بك في نشرة الثالثة سعادة السيدة روان. في البداية بارك المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب، فما هي أبرز محاور هذه الاستراتيجية؟ بداية حابة أشكركم على هذا اللقاء. بالنسبة للوزارة، فحرصت وزارة شؤون الشباب على ترجمة رؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة تجاه الشباب عبر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب، واللي تساهم في بناء شاب بحريني ملهم متمكن قائد للتغيير الإيجابي في نفسه ومجتمعه والوطن، وتعزيز الإيمان والأمل بالمستقبل. الاستراتيجية تتمثل في ثلاثة عناصر رئيسية، أولها التنافسية والعدالة والانفتاح، وتعتمد على مرتكزات احنا نسميها الفايف بلس ون، وهي احساس الشباب بالامان، واحساس الشباب بان صوته مسموع، واحساس الشباب بالتشجيع والدعم، واحساس الشباب بان مطلوب ومرغوب به، واحساس الشباب بالثقة والتقدير، وكلهم يصبون في احساس الشباب بالايمان والامل. نعم سعادة الوزيرة، وما هي أبرز مبادرات وزارة شؤون الشباب تجاه الشباب في الفترة المقبلة؟ وزارة شؤون الشباب أطلقت حزمة من البرامج الشبابية المتنوعة المبنية على أسس تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم عبر إتاحة فرص تدريبية لهم في مختلف البرامج الشبابية اللي الوزارة تطرحها. ومن أبرز البرامج اللي راح تقام في الفترة المقبلة برنامج مدينة شباب 2030، واللي احنا نعتبره من البرامج النوعية اللي تساهم في دعم الشباب للدخول في سوق العمل، والمدينة راح تنطلق بإذن الله في 1 أغسطس. وأيضا من برامجنا إطلاق النسخة الثالثة من البرنامج الوطني لامع في 13 أغسطس، وأخيرا البدء في تحضيرات إطلاق النسخة الثانية من برنامج مساري اللي يوفر فرص واعدة للشباب للتعلم وزيادة المعرفة. وما ننسى مراكز تمكين الشباب النموذجية والتخصصية في المحرق ومدينة حمد والمركز العلمي اللي يقدمون عدد من البرامج اللي تتوافق مع جميع الفئات العمرية. ومراكز تمكين الشباب أيضا المنتشرة في مدن وقرى المملكة أطلقت وتطلق عدد كبير من البرامج الشبابية المتنوعة اللي تساهم في الارتقاء بمهارات الشباب. سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، شكرا جزيلا لك.